السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي تكست بالشكل دوت وعايز أعمل له روتيت، عندي أداتين للموضوع أو عندي طريقتين لعمل الروتيت. أول حاجة إن أنا أعلم على أداة سيلكشن تول وأجي هنا أقول له أعمل روتيت، فالتكست كله بيلف بالشكل دوت. الأمر الآخر إن أنا هاجي هنا على الأداة ديت اللي هي دايركت سيلكشن وأقول له روتيت، فالتكست بيحافظ على الشكل بتاعه بينما الشكل نفسه هو اللي بيلف بالطريقة دي. لاحظ ان اخر التكست بيبقى فيه تكملة للكلمة، فلو انا عايز الكلام ده ما يحصلش بعمل سيلكشن وهاجي هنا على الباراجراف واشيل العلامة ديت، فالكلام الكلمة نفسها ما بتقسمش لنصين.